نيجي بقى للتوست. هنجيب بلانشا او قطاعه يعني، ونروح نعمل ايه؟ نجيب التوست ده هنقطعه شرايح بعد ما شلنا الحروف. شرايح يعني نصين كده اهو، خلاص. في واحده كمان اهي. وبعدين انا عندي السمنه بتاعتي هقسمها على اتنين، وكمان هحط عليها جزء من الزبده. واحنا طبعا زي ما قلنا خايف بقى ايه تتحرق معانا، فهنحط شويه زيت برضو عشان يعني يمتص الحراره، لكن هي اصولها سمنه وزيت. ناخد نص الكميه هنا ونص الكميه هنا، سمنه وزبده قصدي. بعدين نحط برضو قطعتين من الزبده. ما تسالونيش عن القيمه العاليه فيها في الدسامه، انا جبت الاكله زي الكتاب ما بيقول. انا عارف ان السمنه هتبقى كتير قوي، بس يعني هنحمر فيها التوست. شفتوا بقى الفكره؟ ببساطه هنحمر التوست في السمنه. دي الاكله، دي اكله مشهوره قوي في تركيا. طعمها حلو قوي. بس لما نيجي بقى نعمل مقياس انا هاكل قد ايه من الاكله دي، خلينا نتكلم منطق. انا كبيري هاكل قطعتين من التوست المتحمص ده اللي هو متحمص بالسمنه، صح؟ يعني برضو ما فيهاش نسبه الدسامه زي ما انتم متخيلين. بس في طبعا ناس بتعشق الاكل ده، ناس بتعشق الطعم ده، عشان كده احنا بنلبي كل الرغبات. كل الناس اللي بتبقى بتتفرج علينا، الناس اللي بتحب الاكل والناس اللي برضو بتحب الاكل الخفيف، بنعمل لهم كل طلباتهم، عشان نبقى كده بنعمل موازنه في البرنامج. شايفين لون التوست؟ نرفع بقى اللي اتحمص، نحطه على منديل كده اهو، عشان برضو يمتص جزء من السمنه دي، ما تبقاش تقيله قوي. احنا مع بعض لغايه ما نخلص الاكله. ليه؟ لان الاكله دي لازم ما يعني ما نقطعش عليها عشان تبقوا مركزين فيها. احنا مالناش دعوه بقى بالمشروم، احنا قلنا المشروم ده اضافه من عندنا، لكن احنا في التوست اللي اتحمص في السمنه ده مع الزبده، وكمان في الكباب اللي بنسويه زي ما انتم شايفين على ايه؟ على الشوايه. جميل يا ام محمد. ايوه شوفي يوسف. اهلا يا حاجه، ازاي حضرتك؟ سلمك، ازيك انت؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله رب العالمين. والله انا عندي سؤال، بس انا عندي صدور فراخ يعني مسلوقه ومتحمره، كميه عايزه ادخلها في حاجه. عايزه تدخليها في حاجه؟ حاضر. طيب محمود، لو عندنا الفطيره اللي عملناها الاسبوع اللي فات اللي فيها الكاري والعجينه، ماشي هقول لحضرتك. حاضر. في هتجيب الفراخ دي تفصصيها. انا بس هروح ابص على اللحمه كده، انا مش عايز ادخل جوه الفرن بصراحه. هي اللحمه كده جوسي مشويه زي الكتاب ما بيقول، مش هنحتاج غير ان احنا نشيلها من هنا نغرفها هنا. انا هقول لحضرتك ازاي تعملي ايه في الفراخ. حاضر يا ام محمود او ام محمد، انا اسف. بس بعد ما نخلص الاكله دي ونروح هنا نقلب المشروم. شايفين المشروم بعد ما استوى لونه عامل ازاي؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه. لما نيجي ناكله هنحس بطعم الشوي اللي احنا اتكلمنا عنه، والتست والقيمه الغذائيه. المشروم ده بروتين نباتي معترف بيه، نفس الفايده اللي في اللحمه. يعني الناس اللي هم الفيجيتيريان بيحبوا دايما ياكلوا مشروم في اكلهم، عشان خاطر ده نفس القيمه الموجوده جوه اللحمه. نقلبه كده مره واحده اهو، ونسيبه كامل تسويه. عايز اقول لكم ريحته طبعا بالتتبيله اللي احنا عملناها دي روعه. اتفضل. لا لازم تدوق برضو. اما يقول لي حرام عليك حرام عليك، فقلت ادوقه. لا احنا بصوا، بس انا عايز اقول للساده المشاهدين ان انا وانا موجود معاكم انا ببقى قاعد في البيت معاكم، فببقى بطبيعتي. تخيلوا بقى حد في بيته بيبقى بطبيعته ازاي. فانا بطبيعتي معاكم، حتى كل الكاست اللي بشتغل معاه هنا ببقى بطبيعتي معاهم جدا، وكلهم حبايبنا. بيتعبوا يعني بيتعبوا معانا جامد جدا. تعالوا بقى نشوف اخر مرحله من مراحل
الكباب، لان انا لازم اغرفها دلوقتي عشان محمود عمال يقول لي يلا 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 يلا. حاضر اهو، ما انا يعني كده عندي ثلاث علب الزبادي، ثلاث علب الزبادي اهم، نحط عليهم فص الثوم ورشه ملح ومعلقه النعناع الناشف، نفرمها كده ونحطها عليهم، والبقدونس جميل، ونقلب كل الخليط ده مع بعضه تاني. ثلاث علب الزبادي، ثلاث علب الزبادي، عليهم زي ما قلنا رشة الملح، عليهم البقدونس، عليهم الثوم والنعناع الناشف، كل ده مع بعضه كده، ده عشان يهضم معانا الأكلة الدسمة دي. ما هو كل حاجة كانوا بيفكروا فيها بيعملوا لها حل. ناخد هنا بقى الطبق ده، فاكرين احنا قلنا ان عندنا التوست اللي احنا حمصناه، هنجيبه كده نلفه داير ما يدور في الطبق، اهو، ونجيب معلقه، ونجيب معلقه عشان نحط عليها الزبادي. انا عايزكم تجربوا يعني، اما انا لما بكلم حضراتكم ببقى عارف ان انتوا هتجربوا. نجيب معلقة ونحط على كل واحدة معلقة من الزبادي كده، بعد ما خلصنا كل واحدة كده معلقة من الزبادي، هنجيب الكباب بتاعنا اللي هو كباب السلطان إبراهيم، لا أيوب، سلطان أيوب، أنا آسف، سلطان إبراهيم ده نوع من أنواع السمك، لا السمك، عارف السمك اسمه ايه، الفربوني، هو مشهور بالسلطان ابراهيم، هي جت في دماغي كده. خلاص خلاص نوطي بقى او نطفي الشوايه. شفتوا بقى، انا عايز بس الكاميرا تركز معانا كده يا محمد، شايفين نسبه الدهون اللي نزلت معايا قد ايه؟ انا مش هاكلها هنا على الشوايه اهي، انا شويت الحاجه بس عايز اوريكم قد ايه في هنا دهون نزلت معايا من اللي اهي، شايفين اهي اهي، كل الدهون ده انا سبتها على الشوايه مش هتنزل، لو انا بشوي على الفحم او بشوي في اي حاجه كل ده بينزل، يعني انا ما بستعملوش تاني. خدنا الكباب نروح نغرفه بقى كده فوق التوست، وبالهنا والشفا، طبق حلو قوي، طبق قيمته الغذائيه عاليه جدا، زي ما تحبوا قدموه. لو حابين بقى نحط شويه من اللي هي في النص للي بياكل ليا اهم، عشان خاطر ما ناثرش على الناس. ناقص عندي حاجه، ناقص عندي المشروم اللي انا قلت هجمل بيه او هقدمه لوحده، هو كده بقى في الاكله، لكن اللي حابب ياكله لوحده مشوي ما عندناش مانع خالص. نرفع كده بقى اهو، ونروح علشان خاطر ما يهربش مننا حاجه، نحط بقى المشروم ده كده بشكل جمالي اهو. اتفضلوا معانا، الاكله دي حلوه قوي ما تفوتوهاش، ارجوكم جربوها وبعد كده قولوا لي. انا كنت مخلي شويه بقدونس هرشهم على الوش وخلاص، ولكن هنستاذنكم ناخد فاصل، بعد الفاصل